السلام عليكم، اسمي يقين أنور أبو دندانة، طالبة بكلية الصيدلة، وحنكلمكم شوية على كلية الصيدلة وأقسامها وشن تفتح لأفاق لقدام لطالب كلية صيدلة أو لخريج كلية الصيدلة. كلية الصيدلة من أهم التخصصات اللي تمنح درجة البكالوريوس لخريج كلية الصيدلة، وأيضا تدرس 63 مقرر دراسي بمعدل 10 سيمسترات أي 5 سنوات. عدد الأقسام كلية الصيدلة 7 أقسام يجب أن يجتازها الطالب بالإضافة للفصل التمهيدي. بداية حنتكلم عن الفصل التمهيدي لطالب جديد، كيف خاش يعني المفترض أنه هو يعرف شن هو الفصل التمهيدي أو شن حيقابله في الكلية. الفصل التمهيدي يتكون من 7 مواد أساسية، ضروري من إنه هو يجتازهم 7 باش يخش في المواد أو اللي حتدخله لكلية الصيدلة واللي حتكون استفتاحية لمواد كلية الصيدلة. بعدين يبدأ بعدها يخش الطالب لكلية الصيدلة بشكل رسمي، يخش لمواد الكلية اللي هي تحت اسم 7 أقسام للكلية. السبع أقسام هم الصيدلة الصناعية، والقسم الصيدلانيات، علم الأدوية، العقاقير، الأحياء الدقيقة، والصيدلة السريرية، الحيوية السريرية، وأيضا الطبية والصيدلانية. مجالات كلية الصيدلة اللي حتفتحها للطالب أو خريج كلية الصيدلة اللي هي مراكز البحوث أو الجانب الأكاديمي أو تصنيع الأدوية، الصيدلة السريرية وصيدلة المستشفيات، وبعض المجالات الأخرى اللي ضمن المجالات الخاصة. نهاية كنصيحة، أي طالب خاش لكلية الصيدلة لازم يكون على دراية أو يتعرف على الكلية باش يقدر يمشي فيها بطرق صحيحة في جميع الأقسام، ولازم يكون مطلع على بعض الأشياء اللي تخص الدراسة، مش إنه هو يقرأ المقرر هذا وبس، شن يفتح المقرر هذا على هذا ويتابع الحاجات هذه باش تكون أسهل عليه باش يعرف كيف يجتازها. كذلك كطرق دراسة لكل طالب أكيد طريقته الخاصة باش كيف يقرأ، في اللي يحبوا تسجيلات صوتية، في اللي يحبوا يحضروا محاضرات، بحسب رغبة كل طالب. لكن أكيد الوضع بالنسبة للفترة الحالية الوضع هو اللي بيحتم عليك كيف أنت حتقرأ، وبتضطر أنك أنت تمشي معاه. تقريبا هذا مجمل كلية الصيدلة بأقسامها بمتطلباتها بكل شيء لها. إن شاء الله كنت عند حسن